رعاية جامعة فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم متابعينا ومستمعينا عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية في برنامجكم يوميات أنا توجيهي. أهلا بكم طلابنا، وتمنينا لكم طبعا في الأيام السابقة امتحانات رائعة وفيها بعض الصعوبة، ولكن بإذن الله تكون دائما متفوقين وناجحين. كل التحية لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم، مراجعة سريعة وشاملة إن شاء الله مع الأستاذ أكرم عبد القادر طبعا أبو الحسن، مدرس مادة الجغرافيا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، كيف أخبارك اليوم؟ الحمد لله. يعني المناخ يعني شايفين مره شوب مره سقعه، وبعدين في الشغله يعني زقنا مره بدنا حلو كل شيء، هيك طبيعه المناخ. طيب صحيح. ان شاء الله دائما يعني شبه يعني حار كثير اصبح الجو اليوم، باعتقادك يعني الاسباب والعوامل بشكل طبعاً سريع؟ اسباب كثيره جدا. عاده لما ترتفع درجه الحراره بينخفض الضغط الجوي على اليابس، وبصير ارتفاع للضغط الجوي على الماء، ف بتصير عملية انتقال للرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع على المياه أو البحار إلى اليابس، وبالتالي إن شاء الله يعني فترة العصر. طب البحر البحر يعني بساعد في الشوب هذا؟ البحر البحر موجود، البحر الساحلي، البحر ممكن يعمل على ترطيب الجو. احنا يعني من خلال نسيم يعني حنتكلم عليه الان ان شاء الله، نسيم البر والبحر، نسيم البحر ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله، اهلا وسهلا بك، شرفنا. يعني نبدا ان شاء الله، إن شاء الله. ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا اعزائي طلاب وطالبات الثانويه العامه ومتابعي برنامج انا توجيهي. من جديد أرحب بكم عبر شاشتكم الصغيرة قناة أمواج الرياضية من بر الإعلام الرياضي في حلقة جديدة من برنامج أنا توجيهي مع الأستاذ الفاضل والمربي من مدرسة شهداء النصيرات الأستاذ أبو الحسن عبد القادر. أهلا وسهلا بك أستاذي. أهلا وسهلا. إن شاء الله نبدأ عشان نستثمر الوقت. إن شاء الله. على بركة الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كلمة صغيرة لطلاب الثانوية العامة. هذه المرحلة مرحلة صعبة، نسميها مفترق طرق، ولذلك يعني أنا أعلم بهذا التوتر الموجود عند الطلاب بشكل كبير، ولكن بالجد والاجتهاد والمثابرة طوال العام بالتأكيد سيذهب هذا التوتر إن شاء الله رب العالمين. ولذلك سنتكلم اليوم عن بعض الأشياء المهمة في مادة الجغرافيا للثانوية العامة للفرع الأدبي العلوم الإنسانية. نعم. سنبدأ إن شاء الله رب العالمين بأسئلة اختيار من متعدد، لذلك الطالب أول ما يدخل الامتحان على طول حلاقي عندي أسئلة اختيار من متعدد، حيكون عندي حوالي 10 مسائل. لذلك حنتكلم عن مجموعة من المسائل اللي بتيجي بشكل متواصل وبشكل متكرر في السنوات الماضية. على سبيل المثال، يمكن تحديد اتجاه الرياح من خلال جهاز يعرف، وهذا طبعا الأجهزة موجودة عند في الكتاب عند الطالب. واحد أو ألف الأنيموميتر، باء السيكروميتر، جيم دوارة الرياح، دال المليبار. طبعا الإجابة هي دوارة الرياح. أيضا السؤال الآخر، وهذا يتكلم عن الأعاصير المدارية، يستغرق تشكيل أو تشكل الأعاصير المدارية حوالي، حيجي لي طبعا 4 خيارات. الخيار الأول 9 أيام، يعني بتشكل في خلال 9 أيام، 3 أيام، 14 يوم، 20 يوم. طبعا الإجابة الصحيحة هي 9 أيام. ولذلك يمكن التنبؤ بالأعاصير المدارية
قبل حدوثها أو الأعاصير قبل حدوثها بحوالي 9 أيام. أيضا من الأسئلة الأخرى تبادل المنفعة بين النباتات، بحيث يعتمد كل نبات في نموه وحصوله على الغذاء على النبات الآخر. في عندنا 4 خيارات: التكامل، التسلق، التطفل، التعلق. الإجابة الصحيحة هي التكامل. أيضا من الأسئلة عن الضوضاء، وهو طبعا آخر درس في الوحدة الأولى. الحد الأقصى الآمن لشدة الضوضاء حيث يستطيع الإنسان تحملها دون أذى عندي 75 ديسيبل. طبعا إيش هو الديسيبل؟ هو وحدة قياس الضوضاء. 75 ديسيبلا، 90 ديسيبلا، 75 ديسيبلا، في عندنا 65، آسف، 65 ديسيبل، 90 ديسيبل، 75 ديسيبل، 120 ديسيبل. هو طبعا الإجابة الصحيحة 75 ديسيبلا. نعم، هي وحدة القياس للصوت أو الضوضاء. هذه وحدة قياس الصوت أو الضوضاء. نعم. وبالتالي يستطيع الإنسان أن يتحمل هذا الصوت إذا وصل إلى 75 ديسيبلا. إذا زاد عن الحد أكثر من 75، بالتالي هذا بيعمل مشاكل في الأذن، يؤدي إلى فقدان السماع، يؤدي إلى وجود مشاكل في الأذن الداخلية. أيضا من الأسئلة المساحة الجغرافية التي تشكل ثقلا اقتصاديا أو سكانيا أو سياسيا في الدولة. ألف قلب الدولة، باء الضواحي، جيم العاصمة، دال المدن المليونية. هذا السؤال يا أستاذنا كثير من الطلاب يتخربطوا فيه بين قلب الدولة وبين العاصمة. فعلى طول بروح بحط العاصمة. لا، هي الإجابة الصحيحة قلب الدولة. في فرق بين القلب وفي فرق بين العاصمة، هنتكلم عليه إن شاء الله. ونوهت لها. نعم. جميل. أيضا من الأسئلة الأخرى، مساحة من الأراضي المتنازع عليها وتفصل بين دولتين أو أكثر. عندنا ألف الظهير، باء الحدود، جيم الثغور، ثلاثة أو دال التخوم. نعم. الإجابة هي التخوم، وهي عبارة عن أراضي متنازع عليها بين دولتين. طبعا هذه الدول تضع التحصينات وتضع نقاط المراقبة على هذه الأراضي، لأنه طبعا كل دولة تدعي بأنها تمتلك هذه الأرض، ولذلك تسمى بالتخوم. في فرق بين التخوم والثغور. الثغور هي عبارة عن أماكن زي ما يسميها المعابر الآن، يعني لدخول التجار، زي ممرات. نعم، زي الممرات. أما التخوم هي طبعا مساحات من الأراضي متنازع عليها. جميل. أيضا الطلاب مهم جدا أنه يا أستاذ يركزوا على التواريخ. في عندنا أجا سؤال في التواريخ، على سبيل المثال حدث تسرب نووي من مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا في عام 1976، 1986، 1996، 2006. الإجابة الصحيحة 1986، ولذلك هذا موجود طبعا في. طب هو سؤال هنا تاريخي، ربطوه عشان العوامل البيئية مثلا. بالتأكيد. صحيح. لأنه طبعا التاريخ هو مرتبط بالجغرافيا بشكل كبير. جميل. أيضا بنخش الآن على النباتات. في نبات عندنا اسمه نبات العجرم، هذا ينتشر في منطقة الغور الفلسطينية، ويتبع تصنيف النباتات على أساس موجود عند الطلاب، على أساس المناخ ولا طول فترة الحياة أو نسبة الملوحة أو رطوبة الهواء. الإجابة هي نسبة الملوحة، لأنه هذا نبات يتحمل الملوحة العالية. يتحمل الملوحة العالية، وهذا طبعا موجودة في منطقة الغور عندنا في فلسطين. نعم. أيضا من الأسئلة المتوقعة أو الأسئلة اللي بتيجي بشكل متكرر. نعم. من أنواع الرياح المحلية التي تهب من جبال الألب في وسط أوروبا نحو سواحل جنوب فرنسا هي رياح السيريكو، الخماسين، السموم، المسترال. والإجابة الصحيحة هي المسترال. رياح المسترال. نعم. عملية تحول بخار الماء، وهذا أيضا من الأسئلة اللي بتخلي الطالب يتحير في الإجابة. عملية تحول بخار الماء إلى جليد مباشرة. نعم. يطلق عليها عملية التسامي، التبخر، التكاثف، الترسيب. الإجابة الصحيحة الترسيب. أيضا من النباتات، أجينا برضو في عام 2003، نبات الثمام يطلق عليه الاسم الشائع أبو ركبة. نبات يستطيع التكيف والنمو في التربة. عندي أنا 4 أنواع من التربات: 1 التربة الملحية، 2 التربة الغرينية، 3 الكثبان الرملية الصحراوية،
دال الطينية. الإجابة الصحيحة هي الكثبان الرملية الصحراوية، النبات يتحمل الجفاف وقلة المياه. أيضا سؤال آخر من النباتات، أنا بحب أنوه على الطلاب أن يركزوا على أسماء أشجار الغابات، أسماء أشجار الغابات بشكل كبير جدا، لأنه طبعا تكررت أسماء الغابات وأسماء الأشجار. في عنا على سبيل المثال يعتبر نبات لبلان أو اللبان من أهم أنواع أشجار الغابات: الاستوائية، الموسمية، النفضية، الصنوبرية. طبعا الإجابة الصحيحة الاستوائية، وهو نبات استوائي بعيش في المنطقة الاستوائية. النفضية طبعا هذا إجابة غير صحيحة. طبعا بدي أقول إيش يعني النفضية؟ هي الغابات التي تنفض، أي بمعنى تسقط أوراقها في فصل الخريف. هنا طبعا لا تستطيع تحمل انخفاض درجات الحرارة. أيضا في الأنهار، سؤال على الأنهار: نهر الدانوب الذي يخترق بعض الدول الأوروبية حاملا معه النفايات الصناعية يصب في بحر البلطيق، قزوين، الأسود، الشمال. هو البحر الأسود. البحر الأسود هي الإجابة الصحيحة. أيضا في سؤال على الأمطار: الأمطار الحمضية سمة من سمات ألف الوطن العربي، ب استراليا، جيم دول أمريكا الجنوبية، ثلاثة دول أوروبا. ولما أقول أنا أمطار حمضية يعني هذا مرتبطة بالصناعة والمصانع، نعم. وبالتالي أكثر الدول صناعة هي دول أوروبا. دول أوروبا. في بعض الطلاب بيقول لك الوطن دول الوطن العربي، في عندي تنويه بسيط: دول الوطن العربي هي دول غنية وليس دول صناعية. في فرق بين الدول الصناعية المتقدمة زي دول أوروبا ودول الوطن العربي هي دول غنية، لذلك يطلق عليها باسم الدول الغنية. ممكن يكون هذا الموضوع سؤال ذكاء أو ما شابه ذلك. طبعا بالتأكيد. نعم بالتأكيد، هنتكلم عليه إن شاء الله، إنه مستوى تقدم الدولة عادة يرتبط بإيش؟ بالصناعة ولا بكثرة المال؟ نعم الصناعة هي اللي بتجيب المال، نعم. ولذلك أوروبا أول ما ظهرت فيها الثورة الصناعية بالضبط. طبعا دورة ظهرت على الصناعة والتطور، وبالتالي أصبحت أوروبا الآن. نعم. من الأسئلة الأخرى: ارتفاع نسبة الأطفال دون سن 15 في الدول الفتية. طبعا المقصود بالدول الفتية اللي بتزيد فيها نسبة الفتيان، نسبة الأقل من 15 عاما. ألف ارتفاع معدل الإعالة، ارتفاع معدل الناتج المحلي، جيم ارتفاع مستوى المعيشة، دال ارتفاع معدلات البطالة. الإجابة الصحيحة هي ارتفاع معدل الإعالة. طيب سؤال خارج الإطار، يعني اليوم احنا كتير بنحكي انه نسبة البنات اكثر من الشباب في قطاع غزة، هل هذا حقيقة يعني كجغرافيين؟ عادة انه المعدل الطبيعي انه نسبة الذكور تكون اعلى. نسبة الذكور تكون اعلى، لكن لو بدنا نتكلم على زيادة نسبة الإناث بسبب أن الذكور هم الذين يتعرضون إلى الموت بشكل عام. يعني رقم اثنين، البناء الفسيولوجي للأنثى أقوى من البناء الفسيولوجي للذكر، ولذلك إذا تعرض مولود طفل ذكر إلى مرض وأنثى أيضا تعرضت لهذا المرض تستطيع أن تنجو الأنثى، وذلك بسبب البناء الفسيولوجي، القوة الجسمانية اللي موجودة اللي ربنا حماها للأنثى. أما طبعا الذكر قوته مش هالقوة يعني، ولذلك لا يستطيع أن يتحمل بعض الأمراض. لذلك ممكن أنه بسبب الحروب التي مرت خلال السنوات الماضية معظم الذين تم استشهادهم من الذكور نسبة وتناسب. بالتأكيد. لكن عادة هذا يعني لا يؤدي إلى وجود خطر كبير في الزيادة في النسبة بين الذكور والإناث. نعم. يعني في قطاع غزة حتى النسبة طبيعية وكويسة. جميل. ينابيع وادي المالح على سبيل المثال، هذا سؤال أيضا أجا في عام 2013. ينابيع وادي المالح من مناطق السياحة العلاجية في فلسطين، والتي تقع بالقرب من دورة ولا رام الله ولا طوباس ولا أريحة. طبعا هي طوباس. نعم. وهذه طبعا من الينابيع السياحية وأيضا تستخدم للعلاج. نعم. آخر شيء بدنا نتكلم عليه بس تعود بدايات ظهور نظم المعلومات الجغرافية، وهذا آخر شيء في الدرس أو في الكتاب. كثير من الطلاب بيركزوش على آخر حاجة اللي هو درس التخطيط، لكن أنا أحب أنوه للطلاب أنه يركزوا على كل شيء موجود في الكتاب. بالضبط. كل شيء. أنا بقول لطلابي دائما حتى أسماء المؤلفين احفظهم.
لازم توقع. ليه؟ لانه انت الان في توجيهي. ولذلك عمليه التوقع انه هذا ممكن يجي وهذا ممكن ما يجيش، هذا ممكن يؤدي الى خطر، ولذلك انا بعتبره مقامره. لو انا بدي اقول للطالب هذا السؤال بيجي وهذا السؤال بيجيش، لذلك في الحاله هذه انا ارتكب اثم عظيم. صحيح. لانه صحيح. انا ممكن انا اضيع طالب اهله بيستنوا وقت ايش ينجح. نعم. ولذلك لازم حتى الارقام جلده الكتاب جلده الكتاب ممكن ايضا كمان ايه يتعرف عليها مؤلف كتاب الجغرافيا ممكن تعود بدايات ظهور نظم المعلومات الجغرافيه، بقول عليها جي اي اس جيوغرافيك انفورميشن سيستم، تعود بدايات تعود بدايه ظهور نظم المعلومات الجغرافيه في القرن الماضي الى مطلع الاربعينيات الخمسينات الستينات الثمانينات. هي الاجابه الصحيحه الستينات. آخر الامتحان أو الامتحان اللي سنتكلم عليه في الآخر بالنسبة للاختيار من المتعدد، وهذا أجا أيضا في عام 2013 في الدور الثاني الإكمال، يعادل الضغط الجوي عند مساواة سطح البحر 1013 ميلي بارا، ويساوي 1 كيلو متر في السنتر متر المربع، ولا 1 كيلو جرام، ولا 1 طن، ولا 1 كيلو في السنتيمتر المربع. الإجابة الصحيحة 1 كيلو جرام في السنتيمتر المربع. نعم. عملية تحول الجليد إلى بخار ماء مباشرة. طبعا هذا السؤال تكرر في الأول، جابنا التسامي بعدين جابنا الترسيب. عملية تحول الجليد إلى بخار ماء مباشر يطلق عليها عملية تبخر، تسامي، تكاثف، ترسيب. وهذا طبعا الطلاب بتخربطوا فيها كتير. الإجابة يا شباب هي التسامي. نهاية نبات الحلفة أنجيل نبات يستطيع التكيف والنمو في التربة، الملحية، الغرينية، الكثبان الرملية والصحراوية، الطينية. الإجابة الصحيحة هي الكثبان الرملية والصحراوية، لأنه أيضا نبات يتحمل الجفاف. يعتبر نبات الأبانوس من أهم أنواع أشجار، أجا برضو في الامتحانات السابقة لذلك أنا أنوه إلى الطلاب بأن يركزوا على درس الغابات. نعم. أسماء الغابات وأسماء الأشجار. نعم. أسماء الأشجار. يعتبر نبات الأبانوس من أهم أنواع أشجار الغابات، عندي ألف الاستوائية، باء الموسمية، جيم النفضية، دال الصنوبرية الاستوائية. تتأثر دولة النرويج والسويد، طبعا نطلع على الخريطة، هي دولة السويد والنرويج، هيئات النرويج والسويد. نعم. طبعا بقول لي تتأثر بدخان المصانع المنبعد من ألف كندا، اثنين بريطانيا، ثلاثة أو جيم اليونان، دال إيطاليا. الإجابة الصحيحة بريطانيا. لذلك بريطانيا بتبعت لهم. نعم. بريطانيا، هيئات بريطانيا، بذلك هذا اتجاه الريح بهذا الشكل. لذلك طبعا هذه الرياح تكون محملة بالدخان، وبالتالي تصعد أو تذهب هذه الرياح المحملة بالغازات السامة إلى السويد والنرويج، وبالتالي تؤثر عليهم بشكل كبير. إذن الإجابة الصحيحة بريطانيا. نعم. أسهمت الأمطار الحمضية في إتلاف نسبة من غابات السويد، ولذلك أنا بقول للشباب أن يركزوا على النسب. إذن تكلمنا في الامتحانات السابقة التركيز على التواريخ، وقلنا ربط التاريخ. نعم. بالجغرافيا. نعم. الآن في عندي نسب. التركيز على النسب بشكل كبير جداً. أسهمت الأمطار الحمضية في إتلاف نسبة من غابات السويد تقدر بحوالي 90%، 80%، 30%، 15%. الإجابة الصحيحة هي 15%. نعم. من الدول الآتية لديها فائض في الإنتاج الغذائي. فائض في الإنتاج الغذائي. يعني فائض عن حاجتها. اليابان، ب فرنسا، جيم الأرجنتين، دال الجزائر. نعم. الإجابة الصحيحة الأرجنتين، وهي من الدول التي تتميز بوجود فائض في الغذاء، وهي عندنا الأرجنتين. هذه دولة الأرجنتين في قارة أمريكا الجنوبية. طب ليش الفائض؟ يعني العدد السكان، ولا في عندها خيرات، ولا بتزرع، ولا بتنتج؟ طبعا في عندها زراعة. نعم. عدد السكان بده يكون طبعا قليل. في عندها سهول مهمة جدا. أه. في عندها سهول البمباس.
نعم. هذا طبعا تتميز بالخصوبة العالية، سهول البمباز تتميز بالخصوبة العالية، ولذلك زاد إنتاجها عن الحد الطبيعي، وبالتالي أصبحت من الدول اللي عندها فائض في الإنتاج الغذائي. جميل. تقع شلالات نياجرا ذات الأهمية السياحية على الحدود، في عنا شلالين. أنا بحب أحكي للشباب الطلاب وطالبات الثانوية العامة، في عنا شلالين في توجيهي الثانوية العامة، عندي شلالات نياجرا بين دولتي كندا والولايات المتحدة الأمريكية، أيها شلالات نياجرا إذا كان الأخ بيجيبها، شلالات نياجرا في قارة أمريكا الشمالية، وفي عنا أيضا الشلالات الأخرى شلالات فيكتوريا، وهي موجودة بين دولتي زامبيا وزيمبابوي، بين دولتي زامبيا وزيمبابوي، هي عندنا شلالات اسمها فيكتوريا. طيب السؤال ايش بقول لي؟ تقع شلالات نياجرا ذات الأهمية السياحية على الحدود بين دولتي زامبيا وزيمبابوي، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الولايات المتحدة والمكسيك، زائير وتنزانيا. الإجابة الصحيحة زي ما نوّاها على الخريطة كندا. هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يعد ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي مؤشرا على تحقيق التنمية، ولا ارتفاع أو رقم باء ارتفاع نسبة البطالة، جيم ارتفاع نسبة الفقر، دال ارتفاع نسبة الأمية. الإجابة الصحيحة ألف، وهي تحقيق التنمية. والتنمية المقصود بها الزيادة. تنمية جاي من كلمة نما، نما أي زاد وتطور وكبر. ولذلك نجد بأن بعض الدول عندها زيادة في التنمية، وبالتالي يحقق نجاح لهذه الدول. آخر شيء 10، مستعمر جبل طارق في إسبانيا، هي مستعمرة روسية أمريكية بريطانية فرنسية. مستعمر جبل طارق، طلع على الخريطة، مستعمر جبل طارق موجودة يا شباب في دولة إسبانيا، وهي مستعمرة بريطانية. مستعمرة إيه؟ بريطانية. زي طيب مرة أخرى، مستعمرة بريطانية احتلتها بريطانيا من إسبانيا، مرة أخرى احتلتها بريطانيا من إسبانيا، مستعمرة جبل طارق موجودة على مضيق جبل طارق. وزي ما بيقولوا يعني إنه اليابان بريطانيا قد سقط لإسبانيا كأس الاحتلال ومرارة الاحتلال، لأن إسبانيا قد احتلت منطقتي سبتة ومليلة المغربيتين، وما زالت وما زالتا هاتين المنطقتين محتلتين من قبل إسبانيا. ولذلك بريطانيا قامت باحتلال جزء مهم جدا واستراتيجي على مضيق جبل طارق. على مضيق جبل طارق، مستعمرة في دولة إسبانيا، وهي بريطانية. بريطانيا التي قامت باستعمارها. هذه طبعا الأسئلة اللي اخترتها لهذا اليوم لأسئلة اختيار من متعدد، هذه أول ما يدخل الطالب حيلاقيها. ولذلك هذه طبعا الأسئلة يا أستاذنا بتيجي ما بين الأسطر، زي ما تكلمنا بلاقي أنه تكلمنا عن الغابات، تكلمنا على أسماء النباتات، تكلمنا على تواريخ، تكلمنا على نسب، تكلمنا على تعاريف معينة. ولذلك هذه بتكون شاملة إلى المنهج بشكل كبير. جميل جدا، يعني سؤال مباشر وأكيد في علامات، وإن شاء الله بكون بعض الأسئلة اللي حكيتها يكون منها بعض، وأكيد إن شاء الله. يعني إن شاء الله نتمنى ذلك إن شاء الله رب العالمين. نعم. هذا الجانب الأول من الامتحان، أسئلة الاختيار من متعدد. جميل. الجانب الآخر وهي الأسئلة المقالية. الأسئلة المقالية التي تعطي مجال للطالب بأن يكتب، بأن يتذكر، بأن يقوم بعمل عصر للدماغ لاسترجاع الأفكار وتذكرها، وهي تكون ذات العلامات الكبرى. يعني هتلاقي أنه كل سؤال عليه 5 علامات، 4 علامات، في أيضا بعض الأسئلة بتيجي عليها 6 علامات. نعم. ولذلك أي خطأ في هذه الأسئلة ممكن أنه يعني تؤدي بالطالب إلى خسارة كبيرة في الامتحان. من ضمن الأسئلة المقالية على سبيل المثال بيجي عندنا بعض التعارف. أول شيء بيجي بيقول لك عرف الجغرافيا المناخية،
إيش الجغرافيا المناخية؟ هي إحدى فروع الجغرافيا الطبيعية التي تدرس الغلاف الغازي اللي احنا بنسميه الغلاف الجوي وعناصر المناخ والطقس وتأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات. أيضا هناك بعض الاختلافات. سؤال: أذكر أوجه الاختلافات بين الطقس والمناخ، وهذا موجود عند الأخ المخرج إذا كان في إمكان في إمكانية يضع على الشاشة. أذكر أوجه الاختلاف بين الطقس والمناخ. عند واحد: المناخ يصف حالة الجو لفترة زمنية طويلة. أيضا المناخ يصف حالة الجو لمنطقة واسعة مثل إقليم ما. أيضا المناخ صفة المناخ ثابتة نسبيا. الطقس الآن: الطقس يصف حالة الجو لفترة زمنية قصيرة أو عدة أيام. اثنين: يصف حالة الجو، أيضا الطقس يصف حالة الجو لمنطقة جغرافية محددة. ثلاثة: تكون حالة الجو متغيرة من وقت إلى آخر. ولذلك هذا طبعا الطقس، يعني ممكن يكون في عندنا مطر اليوم الصبح، بعد ساعتين تروح الغيوم وتشرق الشمس وكأنه ما في أي شيء، هذا يطلق عليه باسم الطقس. يعني هنا مقارنة، ممكن يجي يعرف مثلا المناخ، ممكن يجيك عرف الطقس. المناخ ممكن عرف الطقس وممكن يجيك ايش سؤال يفهم المقارنة. زي ما هذا بدك طبعا ايش تقارن بين الطقس والمناخ. ايضا من ضمن الأسئلة التي قد تأتي ان شاء الله في الامتحان، على سبيل المثال بقول لي اذكر العوامل المؤثرة في الإشعاع الشمسي الواصل لسطح الأرض. في عندي عدة عوامل. العامل الأول: زاوية سقوط الإشعاع الشمسي. كلما كان سقوط الإشعاع الشمسي عموديا أو شبه عمودي كان تأثيره كبيرا. كل ما كان الإشعاع عمودي، ولذلك احنا عادة نشعر بالحر الشديد في وسط النهار، لأن الشمس تكون عمودية لعدة أسباب. واحد: أن الإشعاع الشمسي يقطع مسافة أقصر فلا يتشتت، ولذلك أنا بقول دائما للطلاب أنت في وسط النهار فترة الظهيرة بكون خيالك تحت رجليك. ليه؟ لأنه أيضا بكون عمودي. يقطع أيضا مسافة قصيرة. باء: أن الإشعاع الشمسي يكون تركيزه على مساحة أقل فيزداد تأثيره. في عندنا هنا أيضا سؤال: علل. تتلقى المناطق الاستوائية والمدارية كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي، بنقول بسبب شبه عمودية الشمس عليها. أيضا من العوامل صفاء الجو. صفاء الجو بقول لي أيضا إذا كان الجو خاليا من الغيوم والغبار والدخان زاد ذلك من وصول كمية كبيرة منه، أي من الإشعاع الشمسي إلى سطح الأرض. أيضا عندي مواجهة السفوح الجبلية. كلما كانت السفوح مواجهة لإشعة الشمس فإنها تتلقى كمية أكبر من الإشعاع الشمسي. طول النهار عادة إحنا بالنسبة للصيف والشتاء، حتى في بلادنا الشتاء أقصر ولذلك يكون ساعات التشمس أقل. بينما في الصيف اليوم أطول ولذلك تكون ساعات التشمس أطول، يعني تستطيع الأرض أن تكتسب كمية كبيرة من إشعاع الشمس. نعم جميل. أيضا من ضمن التعاريف: عرف الإشعاع الحراري الأرضي. عرف الإشعاع الحراري الأرضي هو تحول الإشعاع الشمسي الذي اكتسبه سطح الأرض وما عليه من أجسام إلى طاقة حرارية، إلى طاقة حرارية تنبعث إلى الجو. في عندنا سؤال مهم جدا وهذا بيجي في الامتحانات بشكل متكرر: أذكر الطرق التي يتم من خلالها نقل الحرارة في الغلاف الجوي. عندنا عملية التلامس. عملية التلامس في هواء يكون ملامس لسطح الأرض. هذا الهواء عندما تسخن أو يسخن سطح الأرض، يسخن هذا الهواء لأنه يكون يكون ملامس لسطح الأرض. عندما يسخن هذا الهواء يتمدد، يخف وزنه، يرتفع إلى أعلى. كل شيء بخف وزنه بيرتفع إلى أعلى حاملا معه الحرارة، حاملا معه الحرارة وبخار الماء. إذن العملية الأولى عملية التلامس، وهي نقل الحرارة من سطح الأرض إلى الهواء الملامس. يعني الأرض لما تسخن بيسخن الهواء اللي بيكون ملامس لمين؟ للأرض. جميل. الطريقة الثانية عملية الحمل. عندما يسخن الهواء كما قلت يرتفع إلى أعلى، بخف وزنه، بتمدد بخف وزنه، يرتفع إلى أعلى حاملا معه بخار الماء والحرارة، فيرتفع إلى أعلى حاملا معه الحرارة، ثم يحل محله هواء هابطا أقل حرارة يسخن، وهذه بسموها العملية الرأسية، بسموها العملية الرأسية. جيم
عملية فقدان الحرارة الكاملة من بخار الماء، وهي تتم عندما يتكاثف بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي، حيث تؤدي عملية التكاثف لبخار الماء إلى فقدان حرارته الكاملة التي تنتقل في الغلاف الجوي. أيضا من الأسئلة، وهذا مهم جدا، وهي صنف سطح الأرض إلى مناطق حرارية. هذا موجود عند الأخ المخرج. صنف سطح الأرض إلى مناطق حرارية حسب موقعها الفلكي، موضحا ذلك بالرسم. لذلك أنا بحب أنوه لإخواننا الطلاب بأن هذا السؤال هو، والشكل الآخر مناطق الضغط الجوي، من الأسئلة اللي بتيجي كل سنة. هذه طبعا صورة لمناطق الضغط الجوي. طبعا احنا بدنا الرسمة الأخرى اللي هي المناطق الحرارية. المناطق الحرارية أيضا، هذه صورة الرياح. الشكل الآخر، المناطق الحرارية في عنا واحد، المنطقة الاستوائية، المنطقة الاستوائية، ثم المنطقة المدارية. طبعا مهم جدا للطالب، مهم جدا للطالب أن يقوم بمعرفة دوائر العرض. على سبيل المثال، المنطقة الاستوائية تمتد بين دائرتي عرض من 0 إلى 5 شمال وجنوب خط الاستواء، ولا يقل معدل الحرارة السنوي فيها عن 22 درجة سيليوزية طوال العام. المنطقة الثانية هي المنطقة المدارية، تمتد بين دائرتي عرض من 5 إلى 23 نصف شمال وجنوب خط الاستواء، وبقول لي حيث يزيد معدل الحرارة السنوي فيها عن 25 درجة سيليوزية. ثم المنطقة المعتدلة، تمتد بين دائرتي عرض من 23.5 إلى 66.5 شمال وجنوب خط الاستواء، ويبلغ معدل الحرارة السنوي في هذه منطقتنا، يعني منطقة كونديشن زي بيقولوا 17 درجة سيليوزية. ثم المنطقة الأخيرة، وهي المنطقة الباردة القطبية، تمتد بين دائرتي عرض من 66.5 إلى 90 درجة جنوب وشمال خط الاستواء، وتتميز بالبرودة الشديدة. أيضا من الأشكال والرسومات اللي بتيجي أيضا بشكل دائم في الامتحانات، سنتكلم عليه، بس حنتكلم على تعريف الضغط الجوي. إيش هو تعريف الضغط الجوي؟ هو وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة. تخيل الهواء نازل على شكل عمود على مساحة محددة. وزن عمود، أو هو وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة، ويعادل عند مستوى سطح البحر 1013 مليبار. هذا التوتال الطبيعي على عند مساوى سطح البحر، الضغط على طول 1013 ممكن يكون مليبار. سؤال كمان هنا. نعم. الضغط يساوي بالتأكيد رقم. صحيح. ويساوي 1 كيلوغرام. طيب، هل الضغط الجوي وزن على الكرة الأرضية؟ بالتأكيد نعم، وذلك بفعل الجاذبية الأرضية. السؤال الآخر بيقول لي كيف يقاس الضغط الجوي؟ يقاس من خلال جهاز اسمه الباروميتر الزئبقي. أو الباروميتر المعدني. ما هي وحدة قياس الضغط الجوي؟ هذه كلها أسئلة اختيار من متعدد. ما هي وحدة قياس الضغط الجوي؟ وحدة القياس المليبار. وحدة القياس المليبار. أيضا بالنسبة للضغط الجوي، بيجينا سؤال أرسم شكلا موضحا عليه. اللي أخذناه قبل شوية، أرسم شكلا موضحا عليه مناطق الضغط الجوي. زي ما احنا شايفين عندنا الضغط الجوي المنخفض الاستوائي. سبب انخفاض الضغط هنا بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتشكل التيارات الهوائية الصاعدة. ثم النطاق الثاني، وهو النطاق الضغط الجوي المرتفع وراء المدارين. شيء طبيعي أنه الهواء عندما ارتفع في المنطقة الاستوائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة بده ينزل. وين بده ينزل؟ بده ينزل في المنطقة الوراء المدار، بسموها اللي بيكون فيها الضغط مرتفع، اللي بتكون فيها تيارات هوائية هابطة. لذلك أطلق عليه باسم الضغط الجوي المرتفع وراء المدارين. ثم النطاق الثالث، نطاق الضغط الجوي المنخفض شبه القطبي. وهنا في سؤال مهم جدا بيجي للطلاب، بقول لك ايش سبب انخفاض الضغط في هذه المنطقة؟ انت بتقول لي شبه قطبي، وبالتالي ايش سبب انخفاض الضغط في هذه المنطقة؟ سبب انخفاض الضغط يا شباب وهو التقاء تيارات هوائية ساخنة جاي من المنطقة الاستوائية مع تيارات هوائية أو كتل هوائية باردة جاي من المنطقة القطبية،
وبالتالي الهواء عند التقاء التيارين أو التقاء الكتلتين الهوائيتين مع بعضهم البعض الوزن خفيف هو اللي بيشرد بيرتفع إلى أعلى، فبتتشكل عندي تيارات هوائية صاعدة وبالتالي ينخفض الضغط الجوي في هذه المنطقة. نعم. هذا هو السبب لوجود الضغط المنخفض في المنطقة شبه القطبية، ثم الضغط الجوي المرتفع القطبي وهو عندما يرتفع الهواء يبرد فيهبط في المنطقة القطبية، وذلك بسبب تشكل التيارات الهوائية الهابطة. لذلك أنا أنوه للطلاب أنه يركزوا على هذولا أو هاتين الشكلين لأنهما مهمان بشكل كبير جدا. المناطق الحرارية، يعني المناطق الحرارية أجت في سنوات عدة، وأيضا مناطق الضغط الجوي. لذلك إن شاء الله رب العالمين واحد من التنتين هذه حتيجي إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله. أيضا في عنا سؤال من الأسئلة اللي بنتكلم عليها بعدين كرم الرياح، بعدين كرم. لسه نعم. ما وصلناش للرياح. في عنا سؤال، علل ارتفاع الضغط الجوي في منطقة أريحة على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة فيها. ارتفاع، مرة أخرى السؤال، ارتفاع الضغط الجوي في منطقة أريحة على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة فيها، وذلك بسبب طول عمود الهواء. بسبب طول عمود الهواء. أيضا من الأسئلة اللي بتيجي أيضا، اختيار من متعدد يصل الضغط الجوي في منطقة أريحة إلى حوالي قديش؟ 1050 ميلي بارا. 1050 ميلي بار، طبعا هذا بسبب انخفاضها لأنها منطقة منخفضة، وبالتالي طول عمود الهواء فيها بيكون كبير. أيضا من الأسئلة اللي تأتي بيقول لي يوضح توزيع نطاقات الضغط الجوي على سطح الأرض اللي تكلمنا عليها، اللي هو نطاق الضغط الجوي المنخفض الاستوائي والضغط المرتفع وراء المدارين والضغط الجوي المنخفض شبه القطبي ونطاق الضغط الجوي المرتفع القطبي. أيضا في الرياح، الدرس الآخر الرياح، بيجي بيقول لي السؤال قارن بين الحركة الأفقية والحركة الرأسية للرياح. في عندي حركتين للرياح. نعم. الحركة الرأسية للرياح وهي تكون حركة الرياح صعودا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتشكل التيارات الهوائية الصاعدة. شيء طبيعي أنه عادة عندما يسخن الهواء بيخف وزنه بيرتفع إلى أعلى، بتشكل عندي تيارات هوائية صاعدة مثل المناطق الاستوائية. نعم. اثنين، تكون حركة الرياح هبوطا أي من أعلى إلى أسفل بسبب انخفاض درجات الحرارة في المناطق القطبية. نعم. طبعا الهواء اللي صعد طبقات عندما يرتفع إلى طبقات الجو العليا ببرد وبالتالي بتقل وزنه فبنزل في منطقة أخرى على شكل تيارات هوائية هابطة. نعم. نعم. سموها التيارات الهوائية الهابطة. عندنا الحركة الأخرى، الحركة الأفقية. الحركة الأفقية عادة بتكون من اليابس إلى الماء أو من منطقة فيها الضغط مرتفع إلى منطقة فيها الضغط منخفض. مثال على ذلك، تكون فيها حركة رياح بشكل أفقي على سطح الأرض، إذ تنتقل مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض مثل حركة الرياح التجارية، حركة الرياح التجارية وحركة الرياح الموسمية من الماء إلى اليابس. ديروا بالكم يا شباب على المقارنات بشكل كبير. نعم. أيضا من الأسئلة المختبئة وبتيجي بشكل هيك يعني زي أسئلة سريعة، أذكر العوامل التي تؤثر في حركة الرياح، موجودة في الكتاب على شكل بندين واحد اثنين، وبعض الطلاب بمروا عليها مر الكرام. نعم. واحد، اختلاف قيم الضغط الجوي من مكان إلى آخر. اثنين، قوة كوروليوس حيث إن الرياح تنحرف إلى يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الشمالي. إيش قوة كوروليوس؟ آسف، في نصف الكرة الجنوبي. إيش المقصود بها؟ الجنوبي. قوة كوروليوس هذه. طبعا هذا عالم اللي هو اللي عرف إنه كيف الرياح تتحرك، فوجد إنه الكرة الأرضية مقسومة إلى قسمين، نصف شمالي ونصف جنوبي، لذلك قال بأن الرياح تنحرف إلى يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي. نعم. العلاقة عكسية. العلاقة عكسية. نعم. أيضا في أنواع الرياح، من الأسئلة اللي بتيجي إن شاء الله، أذكر أنواع الرياح الدائمة. في عندي ألف، الرياح التجارية، سبب التسمية أنها كانت تساعد التجار. طبعا في الماضي ما كانش في
لا محركات ولا المحركات الآن تشتغل بالمفاعلات النووية ولا شيء، ولكن كانت تستخدم الهواء كشراع. الأشرعة كانت تدفعها الرياح، ولذلك بقوا طبعا التجار بيستخدموا هذه الرياح في عملية دفع السفن. الرياح التجارية كانت طبعا تساعد التجار في دفع سفنهم، أيضا تهب من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض. مميزاتها منتظمة منتظمة، خلاص في عندي مرتفع وفي عندي منخفض، طبعا تهب بشكل منتظم ومتواصل. نعم. معتدلة، سرعتها ما بين 15 إلى 20 كيلو في الساعة. النوع الثاني طبعا لا يفرجينا إياها الأخ المخرج، الرياح الرياح زي ما احنا شايفين، هذه طبعا صورة للرياح، الرياح التجارية طبعا تهب من مناطق الضغط الجوي المرتفع المداري إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض الاستوائي. أيضا النوع الثاني من الرياح اللي هي بسموها الرياح الغربية العكسية، وسميت أيضا بالعكسية لأنها تهب عكس الرياح التجارية زي ما احنا شايفين، وهذا بيجيك في الامتحان بيقول لك أرسم مناطق الضغط الجوي موضحا عليها اتجاه الرياح. نعم. بدنا نطلع يا شباب وين اتجاه الرياح. عندي اللون الأسود، اللون الأحمر هذه باسمها الرياح التجارية، أما اللون الأزرق فهي الرياح الغربية العكسية. نعم. أيضا بتهب من مناطق الضغط الجوي المرتفع وراء المدارين إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض شبه القطبي. النوع الأخير وهي الرياح القطبية التي تهب من المناطق القطبية ذات الضغط الجوي المرتفع، شايفينها اللون الأزرق. نعم. إلى المناطق المعتدلة وشبه القطبية ذات الضغط الجوي المنخفض وهي رياح باردة. أيضا من الأسئلة اللي بتيجي وهذه مهمة جدا، صورة الرياح. نعم. في عنا بقول لي أكتب عن الرياح الموسمية من حيث سبب تشكلها. نعم. وأنواعها وأمثل على كل نوع منها. سبب تشكل الرياح الموسمية زي ما احنا شايفين على الصورة، سبب تشكل الرياح الموسمية هو نتيجة لاختلاف درجات الحرارة والضغط الجوي بين اليابس والمسطحات المائية. الآن في عندي الرياح الموسمية الصيفية الماطرة. لما أقول أنا صيفية أي بمعنى أن هذه الرياح تهب في فصل الصيف، وذلك بفعل اختلاف مناطق الضغط الجوي بين اليابس والماء. نعم. لذلك لو نظرنا إلى اليابس في ضغط جوي ماله منخفض، كما قلنا بأنه اليابس عندما ترتفع درجة الحرارة يتمدد الهواء ويرتفع إلى أعلى شكل تيارته وهي صاعدة، وبالتالي بيصير عندي ضغط منخفض. زي موجود الآن اليوم عندنا اليوم شوب على اليابس عندنا ضغط بسموه على اليابس عندنا ضغط جوي منخفض. بينما على الماء عندنا المحيط الهادي زي ما احنا شايفين على الصورة الضغط بكون مرتفع، فتتحرك الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض وتكون محملة ببخار الماء. نعم. تكون محملة ببخار الماء وتؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة. تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة بشكل كبير. وطبعا هذه الرسمة طبعا وين بتأثر هذه الرياح على دول جنوب شرق آسيا. زي ما شايفين اليمن لو أجاك سؤال بكرة في الامتحان وقال لك علل تسقط الأمطار الصيفية على دولة اليمن أو تسقط الأمطار في الصيف على دولة اليمن، نقول بسبب هبوب الرياح الموسمية الصيفية الماطرة. جميل. أيضا في الشكل الآخر رياح موسمية شتوية جافة. زي ما احنا شايفين هذه الرسمة الرياح الموسمية الشتوية الجافة. في الشتاء عندما تنخفض درجة الحرارة على اليابس يتشكل ضغط جوي مرتفع. ضغط جوي إيه؟ مرتفع. بينما على الماء بتشكل عندي ضغط جوي منخفض. الرياح تنتقل زي ما احنا شايفين الأسهم من اليابس إلى الماء، من مناطق الضغط الجوي المرتفع على اليابس إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض على الماء، وبالتالي هذه الرياح لا تؤدي إلى سقوط الأمطار بشكل كبير. نعم. أقسام الرياح عندنا الرياح المحلية و اللي بسموها الرياح المحلية الحارة والرياح المحلية الباردة. بيجيك يا شباب إلى طلابنا الأعزاء، الرياح المحلية الحارة هي رياح جافة تهب في أواخر فصل الشتاء وأوائل الصيف، أوائل الصيف من المناطق الصحراوية إلى المناطق المجاورة. طبعا في أسماء لهذه الرياح مهمة جدا على الطالب أن يحفظها. ألف رياح الخماسين تهب على مصر وبلاد الشام. اثنين رياح السموم تهب على السعودية. ثلاثة رياح الطوز على الخليج العربي. أربعة السيريكو
على الجزائر. نعم. أيضا من الرياح المحلية الباردة، وهي تنشط هذه الرياح في المناطق الجبلية العالية مثل رياح المسترال اللي أجعل عليها سؤال اختيار من متعدد، التي تهب من جبال الألب في وسط أوروبا نحو سواحل جنوب فرنسا. أيضا بقول لي طب إيش الآثار السلبية، هذا سؤال أيضا امتحان، بقول لي ما هي الآثار السلبية الناجمة عن الرياح المحلية الباردة المحلية الحارة عندما ترتفع درجة الحرارة؟ سؤال، ما هي الآثار السلبية الناجمة عن الرياح المحلية الحارة؟ شبوب الحرائق، جفاف النباتات، الحد من مدى الرؤية، انتشار الأمراض كضيق التنفس وتهيج العيون. أيضا هذا الموضوع الذي سيتكلم عليه الآن من المواضيع المهمة، وهي الأنسمة. الأنسمة لا يخلو امتحان إلا بالتنويه إلى هذه الأنسمة، واهتمام الطلاب يجب أن يكون أيضا واضح في هذه الأنسمة. عندي أنا 4 أنواع من الأنسمة. أول نسيم اسمه نسيم البحر. نعم. نسيم البحر. نعم موجود. موجود طبعا إذا كان الأخ المخرج بفرجينا إياه. نسيم البحر طبعا هذا النسيم يحدث وقت إيش؟ قال لي يحدث نهارا زي ما احنا شايفين الشمس طالعة هي. نسيم البحر يحدث نهارا، طبعا بيجيك يا شباب مع الرسم، مع الرسم مع الرسم، يعني بدك ترسم نسيم البحر. بدك ترسم نسيم البحر. طب كيف بصير هذا النسيم؟ زي ما انتم شايفين على الصورة، يحدث نسيم البحر نهارا عندما ترتفع درجة حرارة اليابس، يتشكل عليه ضغطا جويا منخفضا، بينما على المسطحات المائية يعني على البحر زي ما احنا شايفين ضغطا جويا مرتفعا، فتهب الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع على البحر إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض على اليابس، وتعمل على تلطيف درجات الحرارة. لذلك اليوم إحنا الآن بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة سيأتي إن شاء الله نسيم البحر عصرا، أو ما زلنا الآن نحن نشعر بهذا النسيم القادم من البحر. طبعا يعني احنا يعني قاعدين في المكيف، لكن اذا خرجنا الى الخارج سنتاثر بهذا النسيم الرباني. نعم. الذي يعمل على تلطيف درجات الحراره على اليابس. ايضا النسيم الاخر وهو نسيم البحر، اسف البر. طبعا من هذا استاذ ايش المطلوب من الطالب يرسم؟ يعني البر والبحر والشمس والاسود. طبعا بالضبط بده يعمل لي خط مستقيم وخط مائل. نعم. الخط المائل هذا المنحدر بمثل البحر. والخط المستقيم المرتفع بمثل اليابس. نعم. وبالتالي بده يقول لي انه والله هذه شمس، ارسم شمس عشان يوضح للمصحح انه نهارا، ويكتب ايضا نهارا علشان المصحح يشوف والله انه الطالب فاهم كويس، ويكتب طبعا ايه نهارا، ويعمل الاسهم انه انتقال هذه النسائم من البحر الى اليابس، وهيك باذن الله باخذ العلامه الكامله ان شاء الله. ايضا كيف يحدث نسيم البر؟ نعم. نسيم البر عكس نسيم البحر. نسيم البر يحدث وقت ايش؟ ليلا. ولذلك انا بانوه للطالب انه يرسم قمر عشان قمر ونجوم. نعم عشان يوضح، ويحط له هيك نجمة او نجمتين عشان يوضح للمصحح انه والله هذا ايه، ويكتب ايضا ليلا. نعم. يحدث نسيم البر ليلا عندما تنخفض درجة حرارة اليابس بسرعة، فيتشكل عليها ضغطا جويا مرتفعا، بينما الماء اللي هو بيسموه يعني البحر يتشكل عليه ضغط جوي منخفض. ولذلك لو رحنا نسبح في البحر يا أستاذ. نعم. في الليل بنلاقي البحر دافي. صح ولا لا؟ نعم. ولذلك دائما الماء يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء. ببطء. صحيح. طيب على الماء بكون عندي الضغط ماله؟ بكون عندي ضغط منخفض، بينما على اليابس بكون عندي ضغط مرتفع. الآن بدها تنتقل الرياح من وين؟ تنتقل الرياح من اليابس إلى وين؟ قال لي إلى البحر. ولذلك إحنا سكان غزة عادة الرياح تاعتنا بتجينا من الجهة الشرقية، من الجهة الشرقية، وهذا ما تسمى بنسيم البر. طبعا من اسمه إنه جاي من جهة البر. النسيم الآخر وهو نسيم الجبل. نسيم الجبل. نعم. نسيم الجبل يحدث نسيم الجبل ليلا. وقت ايش هذا بيصير؟ قال لي ليلا. هذا نسيم الوادي. الشكل الاخر هو نسيم الجبل.
الوادي هذا يا استاذ كرام بدنا هذا هو نسيم الجبل. ممكن طبعا هذا طبعاً. النسيم وقت ايش طبعا متى يحدث؟ يحدث ليلا زي ما احنا شايفين القمر طالع، عندما تنخفض درجة حرارة الهواء الموجود على القمم الجبلية والسفوح. شيء طبيعي انه الهواء الموجود زي ما احنا شايفين على الصورة اللي موجود على قمم الجبال ببرد بسبب انه ما فيش شمس تسخنه، وبالتالي لما عندما او عندما يبرد الهواء يثقل وزنه فينزل الى الاسفل من خلال السفوح والقمم الجبلية. على السفوح والقمم الموجود هذا الهواء على القمم الجبلية والسفوح بسبب ارتفاعها وانكشافها فيهبط الهواء البارد من الأعالي إلى قيعان الأودية زي ما احنا شايفين الهواء هيئة السهم نازل إلى الأسفل، فهذا أيضا بيعمل على تلطيف درجة الحرارة في المناطق الجبلية، يعني بنقدر نقول عليه كونديش الرباني من الله سبحانه وتعالى. سكان المناطق الجبلية إخواننا في الضفة الغربية أيضا بتأثروا بشكل كبير بسبب وجود هذا النسيم، لأنه بسبب وجود المناطق الجبلية. النسيم الآخر وهو نسيم الوادي، كيف يحدث هذا النسيم؟ تهب هذه النسمات الموجودة على الصورة، تهب هذه النسمات نهارا، هي الشمس طالعة، من المناطق المنخفضة والأودية نحو السفوح الجبلية، يعني من الأسفل إلى أعلى. شايفين الأسهم يا شباب من الأسفل إلى أعلى. طيب، وبذلك عندما تشرق الشمس يسخن الهواء الموجود على قمم الجبال الموجود على قمم الجبال نتيجة تعرضه لأشعة الشمس فيرتفع إلى أعلى، فاتحا المجال والطريق إلى الهواء المحصور، الهواء البارد اللي نزل طول الليل، فيصعد باتجاه الأعلى من خلال السفوح، فيتمدد ويرتفع إلى أعلى، مما يؤدي إلى اندفاع الهواء البارد المحصور في قيعان الأودية إلى الأعالي ليحل محل ذلك الهواء على السفوح والقمم الجبلية. وهذا طبعا يعني السكان المناطق الجبلية بتأثروا بهذا بنوعين من النسائم، نسيم الجبل ليلا ونسيم الوادي نهارا. طبعا هذه يا شباب من الأسئلة اللي بتيجي بشكل يعني لا يخلو امتحان من وجود هذا السؤال. الرطوبة، سؤال على الرطوبة بيجي عرف الرطوبة. نعم، هي مقدار كمية بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي، ويختلف تركيز بخار الماء في الهواء من مكان إلى آخر. هذا هو التعريف. طيب لو أجانا سؤال قال لي كيف يحصل الهواء على رطوبته؟ يحصل الهواء على رطوبته من خلال طريقتين. الطريقة الأولى عملية التبخر، عملية التبخر، والعملية الثانية عملية التسامي. طب إيش التسامي؟ قال لي هو تحول الجليد إلى بخار ماء مباشرة. تحول الجليد إلى بخار ماء مباشرة. طب كيف يفقد الهواء رطوبته؟ كيف يتخلص الهواء من هذه الرطوبة؟ عن طريق عملية التكاثف. اثنين، عملية الترسيب. إيش الترسيب؟ عكس التسامي، وهو التحول من بخار الماء، وهو التحول من بخار إلى جليد مباشرة. تحول من بخار إلى جليد مباشرة. طيب السؤال بيجي اختيار من متعدد، ما هو الجهاز المستخدم لقياس رطوبة الهواء؟ قال لي جهاز الهجروميتر والسكروميتر. جهاز الهجروميتر وجهاز السكروميتر، جهازين يعني. أيضا من الأسئلة اللي بتيجي أيضا، أذكر العوامل المؤثرة، جت هذه في سنوات ماضية، أذكر العوامل المؤثرة في رطوبة الهواء. توافر مصادر الرطوبة، حقولها بشكل سريع. توافر مصادر الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة، القرب والبعد عن المسطحات المائية، الارتفاع عن مستوى سطح البحر، اختلاف الفصول. طب إيش في عندي هنا سؤالين علل موجودات في الداخل؟ بقول لي تكون نسبة الرطوبة الجوية قليلة في المناطق الصحراوية الجافة، إيش السبب؟ فقرها بمصادر الرطوبة. فيش مصادر رطوبة، لا في صحراء، يعني لا في نبات ولا في مسطحات مية ولا حاجة. أيضا السؤال الآخر بقول لي تقل نسبة الرطوبة في المناطق القطبية. المناطق القطبية فيش فيها رطوبة. طب إيش السبب؟ تدني درجات الحرارة وضعف عملية التبخر. فيش طبعا حرارة، وبالتالي ما فيش عندي أيضا تبخر. أيضا من الأسئلة في التبخر اللي بتيجي إن شاء الله رب العالمين، إيش العوامل المؤثرة في التبخر؟ ثلاث عوامل. لما أقول لك أنا ثلاث يبقى ثلاث علامات. لما أقول لك أنا خمس نقاط يبقى خمس علامات. ست نقاط يبقى ست علامات على طول. عندي توافر اللي هي إيش العوامل؟ سؤال بيقول لي وضح العوامل المؤثرة في التبخر. واحد، درجة الحرارة.
كلما كانت درجة الحرارة مرتفعة وساعات التشمس طويلة زاد التبخر. مثال على ذلك المناطق الاستوائية، والعكس صحيح في المناطق القطبية. اثنين، توافر مصادر الرطوبة زي الغطاء النباتي والبحار والمحيطات. ثلاثة، سرعة الرياح. هنا سؤال علي المهم. السؤال إيش بقول لي؟ جفاف الملابس المبللة بشكل سريع عندما تكون حركة الرياح نشطة. ليش؟ طيب أنا بدي أنشر القميص تاعي، والدتي بتقول لي أنشره على السطح فوق. في هواء أكتر. ليه؟ في هواء أكتر. صح ولا لا؟ نعم. طيب إيش طب دور الرياح في عملية جفاف الملابس؟ قال لي لأن الرياح السريعة لها القدرة على حمل وإزاحة الهواء الرطب ليحل محله هواء جاف، يزيد من نشاط عملية التبخر. يزيد من نشاط عملية التبخر. أيضا يا شباب، من الأسئلة اللي بتيجي بشكل تعريف نقطة الندى. إيش هي نقطة الندى؟ هي درجة الحرارة التي يصبح عندها الهواء عاجزا عن حمل ما به من بخار ماء، حيث يبدأ التكاثف على شكل ندى أو قطرات ماء. قطرات ماء. ومتى تحدث هذا؟ أظن في وقت الفجرية، الفجر. لا 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 لا، هذاك شيء، هذاك اسمه الندى. الندى. لكن هذه نقطة الندى، نقطة تعريف لعملية التكاثف، يعني وقتش يبدأ الآن البخار بعملية التكاثف. جميل. في درجة حرارة خاصة عندما يصل أو تصل هذه الحرارة أو درجة الحرارة يبدأ البخار بالتكاثف، أي يتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. جميل. طيب إيش هو الندى؟ هو عبارة عن قطرات من الماء تظهر على الأرض وما عليها من أجسام في الصباح الباكر. السؤال يا شباب اللي بيجي، عدد فوائد الندى. عندي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أربع علامات على طول وانت مغمض. جميل. طب إيش هي فوائد الندى؟ يعتبر مصدر من مصادر الرطوبة للتربة، هاي واحد. اثنين، يؤخر عملية تبخر الماء من التربة. ثلاثة، يؤخر عملية النتح من أوراق النبات. أربعة، يحفظ النباتات من الآفات الزراعية. إيش هو النتح؟ طبعا مصطلح نقول لك إيش النتح. النتح هو خروج الماء الزائد عن حشد النبات عندما ترتفع درجة الحرارة. بين قوسين بنقول عليه عرق النبات. إحنا الواحد لما تشتد درجة الحرارة جسمه بصير يطلع عرق. بصير يطلع ماء، إحنا بنقول عليه عرق. ولذلك النبات عندما ترتفع درجة الحرارة حتى يحافظ على بقائه وعلى وجوده يبدأ بخروج الماء. يبدأ بخروج الماء. طيب السؤال المهم، ما الشروط الواجب توافرها لحدوث ظاهرة الندى؟ إيش الشروط اللي بتخلي ظاهرة الندى تحدث؟ واحد، توافر الرطوبة الجوية في اليوم السابق لحدوث الندى. لازم يكون في عندي رطوبة، لازم يكون في عندي درجة حرارة عالية حتى يتكون عندي بخار مية. اثنين، الليالي الصافية من الغيوم. الليالي الصافية من الغيوم تعمل على انخفاض درجة الحرارة، وبالتالي لما تنخفض درجة الحرارة تسمح للهواء بالتكاثف. لكن إذا كان في عندي غيوم لا يحدث هناك ندى في هذه الليلة، لأنه الغيوم تعمل على منع خروج الأشعة اللي بنسميها الهاربة اللي بتطلع هذه في الليل، بسموها الأشعة الأرضية، ولذلك تبقى محصورة ما بين الغيوم وسطح الأرض. يعني ممكن يكون سؤال علل هنا. ممكن طبعا يجي سؤال علل. بقول لي الليالي، حاضر، الليالي الصافية من الغيوم لأن ذلك يساعد على فقدان سطح الأرض الحرارة إلى نقطة الندى، لذلك يقل احتمال تكون الندى في الليالي الغائمة. مستحيل يكون في عندي ندى في الليالي الغائمة. ثلاثة، هدوء الرياح ليلا، لأن الرياح السريعة تعمل على خلط الهواء البارد أو الهواء الذي يبرد بالهواء الدافئ، وبالتالي لا يتشكل الندى. لازم في الليل يكون فيها ندى، لازم يكون عندي سكون للهواء. لذلك يا شباب ديروا بالكم، عندي ثلاث نقاط هذه مهمة جدا: توافر الرطوبة الجوية في اليوم السابق، اثنين الليالي الصافية من الغيوم، ثلاثة هدوء الرياح ليلا. ما شاء الله الندى عليه خمس ست أسئلة شايف يعني. بالتأكيد هذه من الأسئلة يعني اللي بتيجي. وأيضا في هنا سؤال بقول لي إيش الشروط أو أذكر الشروط الواجب توافرها لحدوث التكاثف. أربع نقاط بأربع علامات: توافر الرطوبة، تشبع الهواء ببخار الماء، انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون نقطة الندى، أربعة وجود أنوية التكاثف. برضو هذه أيضا من الأسئلة. يعني في تكاثف يعرف أنه في ندى هنا على طول، يعني يحدد خلاص بعرف. صحيح. بعرف الإجابة. طيب الآن درس الصقيع، إيش اللي بيجي لي عندي إن شاء الله؟ يأتي
اذكر الطرق التي من شأنها التخفيف من أثر الصقيع. ثلاث نقاط بثلاث درجات. رفع المحاصيل الزراعية الحساسة للصقيع عن سطح الأرض زي العنب والبندورة. نعم. اثنين، حرق بعض المواد في المزارع قبل ساعات الغروب. وذلك لتشكل سحب من الدخان لمنع الأشعة الأرضية الهاربة. ثلاثة، تغطية النباتات والتربة بأغطية بلاستيكية سوداء. نعم، لتساعد على امتصاص الحرارة نهارا وتقليل فقدانها ليلا. مع الأسف الفترة السابقة المزارعين تضرروا كتير. بالتأكيد. ما لحقوش يعني يعملوا شيء وزرعوا الخضروات وتضرروا. الصقيع اللي اجى قبل الصقيع صحيح اللي اجى طبعا نعم. ادى الى وجود خسائر كبيره للمزارعين اللي طبعا يعني استاذ يعني اجى صقيع بشكل كبير جدا يعني بلادنا مش متعوده على هذا بالزبط. الصقيع ايضا في اسئله الضباب يا شباب ايضا من الاسئله المهمه جدا ايش هو الضباب؟ قال لي الضباب هو تكاتب بخار الماء على شكل ذرات مائيه صغيره تبقى عالقة في الهواء القريب من سطح الأرض. نعم. الضباب اللي احنا بنشوفه احنا طالعين على المدارس الصبح. هذا يطلق عليه باسم الضباب. طيب ايش العوامل اللي تساعد على تشكل الضباب؟ كيف يعني ايش الشيء اللي بيخلي الضباب يتشكل؟ توافر نسبة عالية من الرطوبة وتكاثفها. اثنين، سكون الرياح. سكون الرياح. دائما الرياح يجب أن تكون ساكنة. إذا كان هناك سرعة في الرياح يؤدي إلى خلط الهواء الدافئ في البارد وبالتالي لا يحدث هناك نعم. أي نوع من أنواع التكاثف. طيب إيش السؤال اللي ممكن يجي؟ في عندي هنا أسئلة اختيار من متعدد مهمة جدا. نعم. تشكل الضباب على السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية. طلع على الخريطة مع بعض هي عندي قارة أمريكا الشمالية. قال لي بتشكل الضباب على السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية. إيش السبب؟ قال لي بسبب التقاء تيارين، واحد تيار الخليج الدافئ مع تيار الإبرادور البارد. ولو أجاني سؤال علل وقال لي تشكل الضباب على السواحل الشرقية وهذا يطلق عليه أيضا ضباب البحر. ضباب البحر، إيش السبب في تشكل الضباب على السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية؟ بنقول بسبب التقاء تيار الخليج الدافئ مع تيار البرادور، هي البارد اللي نازل من أعلى إلى أسفل. نعم. هياته. طب سؤال أستاذ هنا، الضباب له موسم معين والوقت معين؟ طبعا في له مواسم معينة يبدأ الضباب فيها. عادة في فصل الشتاء بكون في عنا أيضا ضباب. بعض الفصول أيضا قد يتشكل فيها الضباب بشكل كبير. نعم. أضف إلى ذلك أيضا في عنا ضباب آخر، مثلا عنا ضباب الأودية كمان، هذا الضباب أيضا بيسببه أو يتشكل بفعل هبوط الهواء البارد من القمم الجبلية إلى أسفل الأودية، حنتكلم عليه في التوضيح لأنواع الضباب إن شاء الله. طيب إذا تشكل الضباب على السواحل الشرقية قلنا بسبب التقاء تيار الخليج الدافئ مع تيار البرادور البارد. تشكل السؤال الثاني علل تشكل ضباب البحر على سواحل دولة المغرب وولاية كاليفورنيا بسبب مرور الهواء أثناء النهار على المسطحات المائية التي تكون باردة نسبيا فيتكاثف بخار الماء. نعم. أيضا من الأسئلة اللي إن شاء الله نتوقعها أنواع السحب. سؤال بيجي بيقول لي صنف أنواع السحب حسب ارتفاعها مع الأمثلة. في عندي ثلاث أنواع للسحب، السحب المرتفع المنخفضة والسحب متوسطة الارتفاع والسحب المرتفعة. السحب المنخفضة هي التي لا يزيد ارتفاعها عن سطح الأرض 2 كيلو. نعم. وتسبب سقوط الأمطار والثلوج وتكون مصحوبة بالبرق والرعد. نعم. مثال على ذلك لازم يجيب الطالب الأمثلة وإلا مثال. تكون الإجابة ناقصة ولا يأخذ العلامة الكاملة. سحب الركام، سحب المزن الركامي والسحب الطبقية. اثنين، السحب متوسطة الارتفاع وهي عادة يكون ارتفاعها من 2 إلى 7 كيلو تسبب سقوط أمطار خفيفة. طبعا يعني يا أستاذ كل ما ترتفع السحب أكثر بقل المطر أقل. بسبب سقوط طبعا تسبب سقوط أمطار خفيفة، أمثلة سحب الركام المتوسط. ثلاثة، السحب المرتفعة وهذه السحب
يصل ارتفاعها من 7 إلى 12 كيلو وهي ذات لون أبيض. اللي بنشوفها هذه بنقول عليها أسماء كثيرة، اسمها السحب الصيفية، السحب السمحاقية، السحب القطنية. طبعا تتكون من بلورات ثلجية أمطارها لا تصل إلى سطح الأرض. سؤال علل، هذا سؤال علل. بقول لي علل، لا تصل أمطار السحب المرتفعة إلى سطح الأرض. ليش؟ أو هل هذه السحب البيضاء تؤدي إلى سقوط مطر؟ يعني ممكن أنه يسقط منها أمطار؟ نعم، ممكن تؤدي إلى سقوط الأمطار. طب ليش مطرها ما بينزلش؟ لو لا يصل إلى سطح الأرض ممكن بتفخر. أيوة، لأنه طبعا هو مسافة كبيرة جدا. نعم. هو يعني هذه الغيوم موجودة على مسافات بعيدة جدا، ولذلك أثناء سقوطها احتكاكها بالهواء مما يؤدي إلى تبخرها مرة أخرى وارتفاعها قبل وصولها إلى سطح الأرض. جميل جدا. نستكمل وإياك أستاذنا الفاضل أستاذ أكرم عبد القادر، ولكن بعد فاصل قصير. خلينا نريحكم ونريح شوية مع هذا الفاصل القصير، لا تذهبوا بعيدا، ومادة الجغرافيا مع الأستاذ أبو الحسن عبد القادر. اهلا وسهلا بكم من جديد عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية وموقعنا على الإنترنت amwajsport.bs، وكذلك مستمعينا ومتابعينا على 99.1 FM وتردد قناة أمواج الرياضية 671. اهلا وسهلا بك استاذنا ابو الحسن استاذ اكرم عبد القادر. اهلا وسهلا، شرفتني. يعني جغرافيا مادة حلوة واكيد ممتعة للناس، يعني عندهم خبرة اليوم عال الجو، ويمكن بتابعوا صوت إسرائيل وبعض المناطق وطقس فلسطين. اليوم صارت الناس تتابع، والله جو شو بدنا نروح على المكان الفلاني، جو سقع بدنا نقعد في المكان الفلاني. طبعا الآن يعني الجغرافيا أصبحت تدخل في كل بيت، يهتم فيها الجميع. تختلف كما كانت قديما، يعني تسقط الأمطار وتشتد الرياح، لا الآن الموضوع صار
كبير، مادة الجغرافيا بيهتم فيها الطيار، المزارع، نعم، السواق، الطالب. يعني الآن احنا صار عندنا في الوزارة في قطاع غزة انه بصير عندنا اثناء المنخفضات الجويه بصير في عطله مثلا، نعم، خلص ممنوع انك الطلاب يروحوا على المدارس بسبب انخفاض درجه الحراره، الامطار الغزيره، في ايضا تنبؤات للاحوال الجويه. بالزبط. ولذلك يعني اليوم مثلا كان عندنا الجو درجه الحراره عاليه، من قبل يومين او ثلاثه كنا عارفين انه نعم. في هذا اليوم انا بأثر على المزارع، الجو 50، على الطيور، على الدواجن. طبعا بالتاكيد هذه يعني ربنا يعين اصحاب المزارع مثل مزارع الدواجن. ارتفاع درجه الحراره بشكل كبير هذا يؤدي الى نفوق كثير وموت كثير من الطيور والحيوانات. ربنا يعوضهم خير، وان شاء الله ربنا يعوض الطلاب والنجاح ان شاء الله يا رب. نعود مره اخرى الى الاسئله التي نتوقع ان شاء الله رب العالمين ان تأتي وتكون مباشرة إلى الطلاب الأعزاء. من الأسئلة يا شباب اللي ممكن تيجي: قارن بين الأمطار التضاريسية والأمطار التصعيدية من حيث تشكلها. في عندنا نوعين للأمطار. هو طالب مني بس أمطار تضاريسية وأمطار تصعيدية مع الرسم. دائما يا شباب مع الرسم، دائما دائما دلل على كلامك من خلال الرسم علشان المصحح يستطيع أن يضع لك العلامات. وباعتقاد لو كانت الرسم حافظها وفهمها هيشرح كل المعلومة فيها. طبعا بالتأكيد الرسم طبعا هو عارفها بده يشرح عنها. بالضبط. فيش أي مشكلة. النوع الأول من الأمطار وهذه موجودة عندنا في الاستوديو، الأمطار التضاريسية. طبعا سبب نعم. زي ما احنا شايفين هذه الأمطار التضاريسية، إيش سبب سقوطها؟ سبب سقوطها التضاريس. طيب كيف تحدث؟ تحدث الأمطار التضاريسية عندما يصطدم الهواء المحمل. شايفين الهواء؟ نعم. هياته جاي محمل ببخار الماء، هذه الغيوم، يعني المقصود بالهواء هذه الغيوم. الهواء الماشي الخط الأحمر عندما يصطدم الهواء بالسفوح الجبلية المحمل ببخار الماء فيرتفع إلى أعلى بالمرتفعات، فيرتفع إلى أعلى فيبرد ويتكاثف. احنا زي ما قلنا في الماضي انه كل ما نرتفع الى اعلى بتنخفض درجه الحراره، فيبرد ويتكاثف ما فيه من بخار ماء حيث تسقط الامطار على السفوح الجبليه المواجهه للرياح الرطبه. شايفين طبعا هذه الرسمه بتشكل الامطار التضاريسيه. بيجيك السؤال، دير بالك، بقول لك كيف تتشكل الامطار التضاريسيه؟ هذه الرسمه اللي بتوضح هذا السؤال. نعم. ايضا النوع الثاني من الامطار وهي الامطار التصعيديه، الامطار التصعيديه. نعم. يحدث هذا النوع من آية الرسم، يحدث هذا النوع من الامطار عندما يسخن سطح الارض وبالتالي يسخن الهواء الرطب الملامس للارض، مما يؤدي الى ارتفاع الهواء الى اعلى على شكل تيارات هوائيه صاعده حاملا معه بخار الماء فتنخفض حرارته ويتكاثف ويسقط على شكل أمطار غزيرة. زي ما احنا شايفين في الرسمة الهواء الملامس سخن ارتفع إلى أعلى، حمل معاه الحرارة وبخار الماء، ارتفع إلى طبقات الجو العليا، بدأ بالتكاثف نتيجة انخفاض درجات الحرارة في الأعلى، ثم بدأت الأمطار بالسقوط. وين هذه المناطق؟ المناطق الاستوائية. أو هذا النوع من الأمطار يسقط في المناطق الاستوائية. طبعا مهم جدا الطلاب يعرفوا الرسمة، لازم انه يتعود على الرسم، بكرة بيجيك في الامتحان ارسم. نعم. طيب ايضا كيف تحدث امطار المنخفضات الجوية؟ هذا ايضا سؤال. تكون هذه الامطار مصاحبة للمنخفضات الجوية حيث يرتفع الهواء المصاحب لتلك المنخفضات الى اعلى فيتكاثف على شكل بخار ماء مسببا سقوط المطر. نعم. ايضا من الاسئلة ان شاء الله اللي بتيجي، بقول لي صنف مناطق العالم حسب كمية الأمطار السقط عليها. هذا سؤال مهم وبيجي يا شباب في الامتحان. مناطق غزيرة الأمطار تسقط عليها أمطار بكميات تزيد عن 1500 مليمتر سنويا، زي المناطق الاستوائية وشرقي القارات. نعم. أيضا مناطق متوسطة الأمطار تتراوح أمطارها ما بين 500 إلى 1000 مليمتر سنويا، مثل منطقة حوض البحر المتوسط وغربي القارات ووسطها. ثلاثة مناطق نادرة الأمطار وهي المناطق التي تقل كمية الأمطار أو أمطارها عن 300 مليمتر سنويا، زي المناطق الصحراوية. أيضا من الأسئلة يا شباب اللي إن شاء الله
مهمة جدا، وضح الآثار السلبية والإيجابية المترتبة على تراكم الثلوج. عندي آثار سلبية وعندي آثار إيجابية. الآثار السلبية تكسر الأغصان، الثلج بيعمل على تكسير الأشجار، إتلاف المحاصيل، ثلاثة إعاقة حركة المواصلات. هذه كلها آثار سلبية لمين؟ للثلوج. الآثار الإيجابية، يزيد ذوبان الثلوج المسطحات المائية والمياه الجوفية، الأندر جراند ووتر. اثنين، قتل الكثير من الآفات الزراعية. هذه من الآثار الإيجابية أيضا للجليد أو الثلج. ثلاثة، تنشيط رياضة التزلج والسياحة. جميل. أيضا يا شباب، من الأسئلة إن شاء الله في الاضطرابات الجوية، في عنا سؤال بقول لي أذكر المخاطر الناجمة عن حدوث العواصف الرعدية. خمس نقاط بخمس درجات. العواصف الرعدية، أذكر المخاطر الناجمة عن حدوث العواصف الرعدية. ألف أو واحد، قطع أسلاك الكهرباء. اثنين، إعطاب الأجهزة الكهربائية. ثلاثة، اشتعال الحرائق خاصة في الغابات والمنازل المرتفعة. أربعة، التسبب بالحروق والوفاة للإنسان والحيوان. خمسة، حدوث الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة. طيب، لو أجانا سؤال قال لي كيف يمكن تلافي وتجنب مخاطر العواصف الرعدية؟ خمس نقاط برضو، كمان خمس علامات. كيف يمكن أن أجنب نفسي هذه المخاطر للعواصف الرعدية؟ واحد، يفضل البقاء في البيوت أو السيارة أثناء العاصفة. ما طلعش. عدم استخدام وسائل الاتصال إلا للضرورة زي الجوال، هي عبارة عن موجات الجوال. ثلاثة، الابتعاد عن البحار والمحيطات والبحيرات، لأنه هذه شرارة كهربائية والمي موصل الكهرباء. أربعة، الابتعاد عن أعمدة الهاتف والكهرباء والأشجار. الأشجار تحتوي على ماء، وبالتالي أيضا كمان الأشجار موصل الكهرباء، وبالتالي أثناء وجود الصواعق اللي حنوضحها الآن إيش الفرق بين الصاعقة وبين البرق، إنه مش والله في برق وفي رعد وفي صواعق أجي أنا أقف تحت شجرة، لا يبتعد. أنا أكون عرضة إلى صاعقة. وضع موانع الصواعق على المباني المرتفعة. طب لو أجاني سؤال وقال لي قارن بين كيفية حدوث كل من البرق والرعد والصاعقة، وهذا بيجي عليها سؤالين. إيش البرق؟ يحدث البرق بسبب تماس بين الشحنات الكهربية السالبة والموجبة داخل السحابة الواحدة أو بين سحابتين مختلفتين في الشحنة، مما يؤدي إلى تفريغ كهربائي وحدوث شرارة تسمى البرق. إذن البرق يحدث في السماء لا يصل إلى الأرض، يحدث بين سحابتين مختلفتين في الشحنة، الشحنات فيها سالبة وشحنات موجبة. طب الصاعقة كيف بدي أعرف أنه هذا برق ولا صاعقة؟ قال لي الصاعقة تحدث عندما يكون التفريغ الكهربائي بين أسفل السحابة ذات الشحنات السالبة مع الشحنات الموجبة على سطح الأرض. يعني سحابة، وعادة من السحب اللي بتكون منخفضة، بتكون لونها أسود يميل إلى الزرقة الداكنة، هذه اللي بتكون محملة ببخار الماء بكميات كبيرة جدا، بتكون شحناتها السالبة في الأسفل. سطح الأرض وما عليه من أجسام، الشجر والمية والبني أدمين والسيارة كله بيحمل شحنات موجبة. ولذلك يكون هناك اتصال كهربائي بين الأسفل إلى الأعلى، يعني من الموجب إلى السالب، وبالتالي يكون الإنسان عرضة إلى هذه الصواعق التي تؤدي إلى موته. بالضبط. ولذلك الابتعاد كما قلت سابقا، الابتعاد عن المناطق المرتفعة، الابتعاد عن مناطق المياه، الابتعاد عن مناطق الأشجار، لأنها كلها بتحتوي على مياه. طيب الرعد، قال لي هو الصوت الناجم عن تمدد، وتقريبا في الصاعقة موجودة عند الأخ المخرج إذا كان بيوضح لنا صورة للصاعقة. طيب إيش الرعد؟ هاي الصاعقة شايفين كيف يا شباب، من الأسفل إلى الأعلى، وهذه طبعا اللي بتأدي إلى مخاطر كبيرة في المباني، في على حياة البشر، على حياة الحيوانات إلى غير ذلك. نعم. بس طيب اليوم حاليا بحطوا صواعق مرتفعة على ما أعتقد في الأبراج العالية. مظبوط صحيح. هذه الصواعق هي عبارة عن
أسلاك أو قضيب من الحديد يكون مرتفع بأعلى من المبنى، وذلك من أجل امتصاص هذه الموجات الكهربائية وتفريغها في الأرض. وهذا طبعا يفضل الجميع من أجل أن تحمي بيتك وتحمي أجهزتك الكهربائية، الغسالة والثلاجة. أثناء حدوث الصواعق أو البرق، أنا إيش عرفني هذا صاعق ولا برق؟ يعني لا أعلم. وبالتالي يفضل وضع هذه الموانع. ما فيش عندي أحط مانع لهذه الصواعق. طبعا إزالة كل الأجهزة الكهربائية من الكهرباء أثناء حدوث البرق. وأحيانا اليوم الأمانات بتفصل على طول، يعني أنت افصل الأمان وريح رأسك. نعم، ريح حالك. صحيح. نعم. طيب، في عندنا أيضا سؤال: علل، البرق والرعد يحدثان في آن واحد، لكن نرى البرق قبل سماع الرعد. السؤال هذا مهم. هذا سؤال حلو جدا. نعم. لأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، وهذا السؤال طبعا معروف إن شاء الله للطلاب بشكل كبير. جميل. علل تجدد أو تجد العواصف الرعدية بكثرة في المناطق الاستوائية، بنقول بسبب شدة التسخين ونشاط التيارات الهوائية الصاعدة. نعم. أيضا يا شباب، من الأسئلة اللي إن شاء الله يكون إلها صدى: أذكر الآثار السلبية الناجمة عن الأعاصير المدارية. في عندي ثلاثة: واحد، حدوث فيضانات في المناطق الساحلية والمنخفضة. اثنين، تدمير الممتلكات والمساكن واقتلاع الأشجار بسبب شدة الرياح. ثلاثة، ارتفاع الأمواج بسبب شدة الرياح التي تضرب السواحل وبالتالي إغراق المناطق الساحلية. طيب، هاي أجانا سؤال: هل يمكن التنبؤ بالإعصار المداري؟ يمكن التنبؤ فيه؟ قال لي نعم، نظرا لتقدم أجهزة الرصد الجوي أصبح بالإمكان رصد نشأة الأعاصير المدارية ومسارها وأخذ الحيطة والحذر من مخاطرها. قديش يستغرق؟ 9 أيام. 9 أيام. نعم. قبل ما يصير الإعصار يمكن التنبؤ قبل 9 أيام من حدوثه. طبعا مهم جدا يا شباب أمثل على الأعاصير المدارية، هذه مهم جدا. عندي إعصار الهيروكين يضرب السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية. نطلع على الخريطة، سواحل الشرقية لأمريكا، هياته طلع لو نقرب كثير من الأعاصير أمريكا دائما هيها موجودة. طبعا أمريكا تضربها أعاصير. نعم. هيها موجود عندنا إعصار الهيروكين. أيضا أمريكا بضربها إعصار آخر من الجنوب، من منطقة خليج المكسيك، وهو أيضا اسمه إعصار التورنادو. إعصار التورنادو. ثم في إعصار ثالث بسموه إعصار التيفون، وهو يضرب السواحل الجنوبية الشرقية لقارة آسيا. هذا هو إعصار، زي ما انتم شايفين، هذا إعصار اسمه التيفون. نعم. أيضا إن شاء الله من الأسئلة، لو بدنا نمشي الأسئلة اللي قد يكون لها إن شاء الله صدى، بقول لي: اذكر الأثر الإيجابي والسلبي للرياح. الأثر الإيجابي: نقل البذور لمسافات بعيدة. 2، نقل حبوب اللقاح أو اللقاح من مكان إلى آخر. طب إيش الأثر السلبي؟ وهذا اللي بركزوا عليه في الامتحان. ليه؟ لأنه عندي حوالي 5 نقاط فيه. نعم. الأثر السلبي: التجفيف، الرياح الحارة والجافة تعمل على جفاف النباتات. التقزيم، أي بمعنى تصبح النبتة قزمية صغيرة لو كان عمرها 100 سنة، بتساعدناش على النمو. نعم. الرياح السريعة تعمل على تكسر البراعم للنباتات وبالتالي لا تنمو. 3، التشويه، الرياح الشديدة تغير الشكل الطبيعي للنبات. النبات ربنا خلقه أنه يكون عمودي ومستقيم. هذه الرياح بشكل متواصل بلاقي لها مايل. نعم. في عندها اعوجاج. التكسر، الرياح السريعة تكسر الأشجار وتدمر الغطاء النباتي. 5، نقل الأمراض، تعمل الرياح على نقل الأمراض الفطرية من نبات إلى آخر. ومن ضمن هذه الأمراض، وهذا بيجي اختيار من متعدد، دير بالكم يا شباب، صدأ القمح والمن. صدأ القمح والمن. أيضا نيجي للعلاقات الحيوية وأشكال الغطاء النباتي والحياة الحيوانية. سؤال مهم جدا: قارن بين طريقتي التطفل والتعلق في النباتات. طريقتي التطفل والتعلق في النباتات. الطريقة الأولى التطفل. إيش التطفل؟ هو اعتماد نمو بعض النباتات على حساب النباتات الأخرى بشكل كلي
حيث يكون هناك نبات اسمه الطفيل، بيعمل حاله كأنه طفل صغير يعني، ويعتمد على النبات الآخر اللي بنسميه العائل، بنسميه إيه؟ العائل. والثاني نبات العائل، حيث يقوم نبات الطفيل بامتصاص الغذاء من النبات العائل، وهذا يلحق الضرر بالنبات العائل. نعم. مثال على ذلك زي مين؟ نبات اسمه الهالوك الذي يتطفل على نبات البطاطا، ونبات الفسكوم الذي يتطفل على نبات الزيتون واللوز. طب إيش التعلق؟ هو اتخاذ بعض النباتات طريقة التعلق في حياتها على فروع الأشجار، حيث تتدلى جذورها في الهواء. نعم. يعني جذورها مش موجودة في التربة. أه. لا، جذورها وين؟ معلقة في الهواء. جذورها في معلقة كثيرة. في كنا مدلة مثل الحبال. بالضبط. وأيضا يعني في بعض التسميات إلها بيسموها الجذور التنفسية. ليه؟ لأنه بتكون هذه عادة بتكون وين موجودة؟ في المناطق الاستوائية. المناطق الاستوائية تربتها دائمة وجود السبخات والمياه بسبب أن الأمطار طوال العام. ولذلك لا تستطيع النباتات أن تتنفس بشكل طبيعي. ولذلك الآن بدها مجموعة من العناصر التي يحتاجها النبات. إيش بتعمل النبتة؟ بتصير تطلع من داخل عروف، من داخل سيقانها جذور أخرى تتدلى. طبعا هذه الجذور بتبقى وين؟ متدلية في الهواء. طبعا كيف تتغذى؟ تتغذى من حبات الندى وقطرات المطر. نعم. شوف سبحان الله، سبحان الله العظيم. نعم. إذن هو اتخاذ بعض النباتات طريقة التعلق في حياتها على فروع الأشجار، حيث تتدلى جذورها في الهواء معتمدة على نموها في رطوبة الهواء وقطرات المطر أو الندى وما فيها من مواد غذائية مذابة. نعم. طيب الطريقة الثانية قال لي التكامل والتسلق. إيش التكامل؟ يقصد به تبادل المنفعة بين النباتات بعضها مع بعض، إذ يعتمد كل نبات في نموه على النبات الآخر من خلال حصوله على ما يحتاج من غذاء. نعم. زي نبات الفطر والطحالب، هدول كلمات جدا، هو بس يأخذ ما يحتاج ويعطي أيضا ما يحتاج النبات الآخر، مش زي المتطفل يأخذ كل شيء. لذلك حتى في الحياة يجب يعني أن يكون الإنسان دائما معطاء. نعم. لا يكون متطفلا على الآخرين. التسلق هو تسلق بعض النباتات. لذلك يا شباب ممكن يجيك في الامتحان بكرة قارن بين التعلق والتسلق. التنتين متشابهات قريبا في الكلام في المعنى، ولذلك ممكن يتخربط الطالب. التعلق الجذور تبقى معلقة في الهواء. دير بالك الجذور معلقة في الهواء. أما التسلق الجذور في التربة فهي تعتمد على النباتات الأخرى و جعلها كدعامة. نعم. من أجل الوصول إلى أشعة الشمس حتى تكتمل عملية البناء الضوئي. تكتمل عملية البناء الضوئي. أيضا الغابات، وهذا اللي أنا نوهت له إلى أسماء الغابات وأسماء الأشجار، وهذه يا شباب مهمة جدا ديروا بالكم. يعني الآن ركز من خلال الحلقة أو بعد الحلقة ركز بشكل كبير على الغابات. نعم. الغابات في عندي الغابات الاستوائية إيش مميزاتها؟ قال لي أشجارها متشابكة، كثيفة، دائمة الخضرة، عريضة الأوراق، أخشابها صلبة. طيب أي المناطق التي تظهر فيها؟ تظهر في المناطق الاستوائية الحارة مثل نهر الكونغو في قارة أفريقيا. ياريت لو نطلع على الخريطة، هاي المنطقة الاستواء، هي عندي خط الاستواء، هذه عندي خط الاستواء. وين تظهر هذه؟ تظهر على الخط هيا، على خط الاستواء في هذه المناطق. نعم. هذه المناطق اللي تظهر فيها اللي هي الغابات اللي بنسميها الغابات الموسمية، آسف الاستوائية. قال لي مثل نهر الكونغو في قارة أفريقيا، وهذا حنتكلم عليه الآن في الخرائط. هذا هو نهر الكونغو في قارة أفريقيا، هذا هو يا شباب نهر الكونغو في قارة أفريقيا، وحوض الأمازون في قارة أمريكا اللاتينية. حوض الأمازون عند نهر الأمازون، هيئة نهر الأمازون. نعم. وأيضا أندونيسيا في قارة آسيا، هيئة عندي أندونيسيا في قارة آسيا، أندونيسيا في قارة آسيا. طيب إيش أهم الحيوانات وأهم الأشجار؟ عندي أهم الحيوانات آكل النمل والتماسيح والنمور. نعم. طيب إيش أهم الأشجار؟ هذه مهم مهم مهم. بالضبط.
الأبانوس، المطاط، اللبان. نعم. هذه طبعا الأشجار الاستوائية، الأبانوس والمطاط واللبان. طيب النوع الثاني من الغابات قال لي الموسمية. إيش مميزاتها؟ أقل كثافة من الاستوائية، أكثر تباعدا في الأشجار أيضا من الاستوائية. طبعا موسمية لأنه مطرها وقتيش يسقط في فصل الصيف، مطرها يسقط في فصل الصيف. أيضا المناطق التي تظهر فيها، في المناطق التي تسقط عليها أمطار صيفية غزيرة مثل جنوبي وجنوبي شرق آسيا، في الهند وبوبال وشمال أستراليا. هيئة الهند وهيئة شمال أستراليا. نعم. الهند وشمال أستراليا، وأيضا الهند في هذه المناطق. طيب إيش أشجارها أو حيواناتها؟ حيواناتها متنوعة ما بين آكلة العشب وآكلة اللحوم، وهي تعتبر حدائق حيوان طبيعية. أشجارها خزيران، نعم، ونخيل الزيت. احنا دهمنا الوقت أستاذ أكرم عبد القادر، ولكن بشكل سريع في دقيقة إيش ممكن نحكي للطالب أو بعض النقاط المهمة اللي يركز عليها؟ طبعا الطالب يركز على كل شيء موجود في الكتاب، أكيد هذا مش مختلف عليها. هذا طبعا بدنا نركز على كل شيء موجود، بدنا ندير بالنا يا شباب على التعاريف، بدنا أيضا نزيد من التركيز على الرسومات والأشكال اللي أنا وضحتها من خلال الشرح. أيضا في عنا في السياحة، خصائص السياحة ومعوقات السياحة، أنا يعني بأنوه للطلاب إلى هذا الجانب، يديروا بالهم على هذه الأسئلة. أيضا في التنمية والتخطيط، مؤشرات التنمية وما شابه ذلك، هذه أيضا من الأسئلة، يديروا بالهم على أسئلة المقارنات. نعم. زي ما وضحنا في عندنا مثلا حشائش السافانا، حشائش الاستبس، غابات مفضية، غابات مخروطية، هذه كلها بتيجي على شكل مقارنات. وأيضا الخريطة وهي خرائط. مهمة جدا. الخرائط، في بالنسبة للخرائط يعني إذا كان في إمكانية. نعم. ولا بشكل سريع. في عنا في الخرائط خريطة. على سبيل المثال في عنا جبال يا شباب، مجموعة من الجبال. أي خريطة بشكل عام؟ عنا يعني خريطة العالم. خريطة العالم. خريطة بشكل سريع العالم. أستاذ كرام، خريطة العالم تفضل. بشكل سريع خريطة. نعم. العالم. في عنا يا شباب جبال، عندي مثلا جبال روكي في قارة أمريكا الشمالية. جبال الأنديز في قارة أمريكا الجنوبية، جبال الألب في قارة أوروبا، جبال الهيمالايا في قارة آسيا. هذه طبعا أربع جبال موجودة في العالم، ياريت التركيز عليها بشكل كبير، حيجي لك واحد من الجبال. في عندي أيضا جبال الوطن العربي. الوطن العربي ياريت كرام. الوطن العربي. الوطن العربي في عنا نوعين من الجبال، عندي جبال زاغروس بين العراق وإيران. عندي جبال طوروس بين سوريا وتركيا، هدول. نعم. ياريت تركزوا عليها في الوطن العربي، خليكوا زي ما انتوا يا شباب في ايضا صورة اخرى للوطن العربي. نعم. بتوضع عليها الحديث عن الواحات. في عندي في ثلاث واحات مهمة جدا. احنا طبعا سعداء بوجودك معنا، واكيد هذه النصائح والارشادات اللي انتوا دائما حريصين على الطالب، بس هم شغلكم ترعوهم في ظل الاوضاع انه تساعدوهم بالعلامات، يعني ان شاء الله ما تقصروش معهم ان شاء الله. اكيد يعني طبعا لكل مجتهد النصيب. احنا بنشكرك استاذ ابو الحسن الاستاذ اكرم عبد القادر من محافظه الوسطى على وجودك في قناه واذاعه امواج الرياضيه، شكرا لوجودك معنا. بارك الله حياكم الله. الى هنا اعزائي متابعي برنامج انا توجيهي، على امل ان نلتقي معكم ان شاء الله بكره، وماده الرياضيات ان شاء الله بتكون ماده الرياضيات للفرع العلمي. نلقاكم في حلقه قادمه، الى اللقاء، وهذه تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من برنامج انا توجيهي عبر قناه واذاعه امواج الرياضيه من بر الاعلام الرياضي والشبابي في فلسطين.
برنامج أنا توجيهي برعاية جامعة فلسطين.